بالرباط التأمت اليوم 13 هيئة شبيبية تمثل مختلف الأحزاب السياسية لتعبر بصوت واحد عن رفض الشعب المغربي بكل مكوناته وفئاته لأي مبادرة ترمي إلى توسيع مهمة المينوسو في الصحراء. روبورتاج عبد الهادي متوكل وعلاء الدين الحميني. أكدت الشبيبات الحزبية في مذكرة وجهتها اليوم إلى الأمين العام للأمم المتحدة عن رفض المطلق والشامل لمبادرة توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء المغربية، واعتبرت أن مثل هذه المبادرات تهدد بإعادة مسلسل التسوية إلى نقطة الصفر. إن الشعب المغربي بكل فئاته ومكوناته، أحزاب سياسية شباب، أكد من خلال إجماعه الوطني وكلمته الموحدة عن رفضه المطلق لأي مساس بسيادة الوطن. يمكن أن نقول أن في حالة ما إذا بقينا على هذا الاجتماع وبقينا على هذا الإجماع الشعبي، على هذا الإجماع الحزبي وعلى هذا الإجماع الدبلوماسي وراء صاحب الجلالة، سنحقق مكاسب أخرى في قضية وحدتنا الترابية، قضية الصحراء المغربية. مذكرة الشبيبات الحزبية كشفت عن وجود مقارنة غير موضوعية وغير عادلة تساوي بين دولة ذات سيادة وذات مؤسسات وبين كيان مصطنع. اليوم عبرنا على إجماع وطني انخرطت فيه كل التنظيمات، كل الأحزاب السياسية، كل الهيئات، حتى وسائل الإعلام، انخرط الجميع في دعم هذا المسار الجديد وفي التوحد من أجل الدفاع عن قضية الوحدة الترابية والدفاع عن قضايانا الوطنية. نعتبر بأن هذا القرار هو قرار مرفوض على اعتبار أنه بني على تقارير غير موضوعية لمنظمات وهيئات سياسية وهيئات تدعي الانتماء إلى منظومة حقوق الإنسان. هذا ونشدت الشبيبات الحزبية 13 الموقع على هذه المذكرة الأمين العام للأمم المتحدة بتسريع الحل السياسي العادل والدائم للنزاع المفتعل بالصحراء المغربية ووضع حد لمخاطر الإرهاب على المنطقة ودول الجوار.